سوق مولي متخذ هذه هذا اللوزر مخير. سوق مولي السوق مولي قريب 50% ولا 40%، ولا كيفاش جمع سوق مولي ما كانش كاع لهم تساوم، ما كانش كاع البيع الشاري ما كانش. اليوم السوق مولي فيه عمر حتى للطرف، راك تشوف فيه قداه، راه فيه قريب 70 لوطو ولا 80. السوق هذا 146 والبيع وين؟ نسمع من عند الشاري وين راه؟ ماك الشاري ما كانش. شحال ماشي؟ ماشي 92. الموتور ينقص ما ينقصش. تي دار لوطو لا ميزو واش تتنقص؟ وانت شحالك؟ ما يساوموني انا ما نقولش. ما كاش ليه وراه الشاري ما كانش. هيك راه داير السوق. السوق راه مدهور اليوم راه مولي السوق. انت في داك الشيء والسبب اللي خلاه يولي السوق. وراهم يقولوا لا ميزو راه كان الوطع جدد راه الناس خايفة. راه هضرة ما في جيبه راه خايف. سوام. قول له. هذا الوطع. غير دكتور بالبلاء للشعب، الشعب ما باع ما شرى، ها هو قاعد الشعب ما باع ما شرى، اللي كان يبيع ما باع، اللي كان يشري ما بغى يشري، وين هذا الماتريال يوروه لينا؟ هذا وين هذا السوق يجي؟ وين هذا الماتريال يجي؟ رانا من حيط نسمعوا الماتريال، ماتريال ما كاين والو. يدخل الحاج يدخل. يدخل 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 الماتريال. انا اللي غير انا نشوف مكان مكان لا سوموا ولا سموه كاع راقد لا بيع لا شرا. السوق حابس حتى نشوف قلت لك الشعر راه ما نجمش يدخل الماتريال تاعه سوما ما كانش ويدخلها خلص الجمرود وسوما ما كانش علاش يدخلها ما يدخلهاش باربول السوق اللي فات والسوق هذا يا كل سوق راه يرجع كل سوق راه يرجع بصح ما كانش راه يقارعوا كاش الماتريال اللي يدخل ما بانش ما بان والو الشعر راه قاعده الحياه مبلوكيه هما يدخلوا يبينوا حاجه بعد نشوفوا يبينوا لا سوا نتاع السيارات ولا هم جايبينها انا عارفوا واش يخدموا. تسمى انتم راكم خايفين؟ متخوف كاع الشعب راه متخوف. كل البارح دخل سيارنا عندي هافي مقيومه عليا ب 46 عطاوني دوك 30. هاني هاي وين قاعد انا قاعد ثم نشوف. يا الصوب خويا قال لك ما كاينش شاري ما كاينش شاري. الناس راه طالعه الشمس وتهود. خويا الناس راه خايفه والناس مخلصه بالسومه. كاين شاري لوطو فيها البنتوره لاني. فيها بزاف صوالح راك فاهم والقرار تاع تبون انا كاع نقارو اي مادا به يا اكتيفينا راني في عام راني نمشي على كره عيبان نشري لوطو عندي 30 مليون ما روتيك مدقد قال يقول لك عطاوني 100 حنا نطلبوا من السيد الرئيس اللي يركب القلالي اللي عنده يركب واللي ما عندهش يركب ما نراعوش هذو اللي عندهم الدراهم كان السيلوك كاع ما تركبش هو راكب هو عنده 300 مليون و 400 مليون راكب وكيسيبني ندير في السطوم ما يبغيش يركبني حنا نطلبوا من السيد الرئيس يدير لنا تاع 25 مليون تاع 30 مليون كما النهار اللي كانت كيو كانت ب 20 مليون حنا نطلبوا كاع للشعب ان شاء الله الله يجيب لنا الخير وكاع الشعب نبغوه يركب كاع اللي عنده يركب واللي ما عندهش يركب هاو دوك القلالي انا طيبني المشاني نمشي على كرعي ضبط عندي 30 مليون ما لقيت ما نشري هاو ما لقيت ما نشري نطلبوا من سيد الرئيس تبون ونطلبوا من من الرئيس تاع الحكومه نطلبوا منه ان شاء الله يركب كاع القلالي اللي عنده 30 مليون يركب اللي عنده 35 مليون